لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. تم إصدار منشور تفتيش ضده 5 سنوات سجن مع النفاذ العاجل ضد سمير الوافي وهذه التهم الموجهة إليه في قرار صادم لكل التونسيون عن الإعلام التونسي الكبير سمير الوافي. هو صحفي وإعلامي تونسي مختص في برنامج الحوارية، اشتغل ببرنامج الصراحة راحة الذي قدمه في قناة حنا بعد، ثم انتقل بعد ذلك إلى قناة التونسية ليقدم برنامج لمن يجرؤ فقط، وقدم أيضا برنامج وحش الشاشة في قناة التسعة. يقدم الآن برنامج هل يجرؤ في قناة قرطاج، حيث أصدرت الدائرة 11 بمحكمة الدلائية بتونس قرار ضد الإعلام التونسي سمير الوافي بالسجن 5 سنوات مع النفاذ العاجل، مع خطية مالية، مع إصدار منشور تفتيش. وآخر تصريحاته قال ليس من حق القناة الوطنية أن تبتز مشاهديها بحرمانهم من إعادة مسلسل باب الرزق. وبعدها تم الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات مع النفاذ العاجل للإعلام التونسي الكبير.